السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. مسلحون مجهولون يغتالون مسؤول البحث الجنائي بالمنصورة في عدن. مقتل وجرح 8 من ميليشيا الإرهاب الحوثية في قصف مدفعي لقوات الجيش والمقاومة بالضالع. تواصل الاحتفالات بالذكرى 52 ليوم الجلاء 30 من نوفمبر المجيد. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. اغتال مسلحون مجهولون اليوم مسؤولا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت مصادر أمنية إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على مدير البحث الجنائي بالمنصورة الرائد صلاح جيري أمام منزله في شارع العيادات بالمنصورة وأردوه قتيلا على الفور، ومن ثم لاذوا بالفرار. الجدير بالذكر أن حجيري كان قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل 3 سنوات عبر وضع عبوة ناسفة في سيارته ونجا منها بأعجوبة. قصفت مدفعية الجيش والمقاومة في جبهة حجر غربي قعطبة بمحافظة الضالع موقعا عسكريا لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في لكمة حبيل عبيد غربي بتار، وأسفر القصف عن مصرع وجرح 8 من عناصر الميليشيا الحوثية وتدمير مدفع عيار 23. وكانت ميليشيا الإرهاب الحوثية شنت هجوما بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع قوات المقاومة في حبيل يحيى في محاولة منها لانتشال جثث عناصرها الذين سقطوا في مواجهات اليومين الماضيين، وظلت جثثهم مرمية في خطوط النار دون أن تتمكن من سحبها. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن مسام 1611 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019 زرعتها الميليشيا الحوثية. أوضح المركز في بيان له بأن الألغام التي انتزعها منها 12 لغماً مضاداً للأفراد و492 لغماً مضاداً للدبابات و1092 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة. وأشار المركز إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107,000 لغم زرعتها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثي المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة. راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأطراف. افتتح نائب قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن طيار عبد الله بن إبراهيم الغامدي نيابة عن قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز اليوم الأحد دورة القانون الدولي الإنساني في نادي ضباط القوات المسلحة السعودية بمدينة الرياض. وأكد رئيس فريق التمثيل الموحد بالقوات المشتركة اللواء ركن طيار سعود بن فهد بن معمر إن دورة القانون الدولي الإنساني من أهم الدورات وأكثرها ضرورة في تعزيز الوعي بالأعراف الإنسانية وأساسيات القانون الدولي وقواعد الاشتباك والأعمال العدائية وأصول التحقيق وفقا للقانون الدولي الإنساني وروح ديننا الإسلامي الحنيف. وأشار الأستاذ غسان الحيدري مستشار التدريب إلى مضامين الدورة ومفرداتها إضافة إلى المشاركين في تدريب المتدربين والذي سيشارك في هذه الدورة عدد من الخبراء المتخصصين في القانون الدولي، إضافة إلى أهمية الفئة المستهدفة في هذه الدورة. باتت منازل المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية تحت مقصلة النهب المستمر، ويقدر خبراء اقتصاديون إن حجم ما تجمعه الميليشيا من إتاوات على ملاك العقارات شهريا
يصل نحو 30 مليار ريال. نتابع. تحت مبررات وذرائع وهمية تواصل ميليشيات الحوثي حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم لقطاع العقارات في أمانة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. ملاك العقارات قالوا إن ميليشيات الحوثي تفرض عليهم إتاوات باهظة بمئات آلاف الدولارات تحت مسمى دعم المجهود الحربي ودعم حكومة الانقلابيين. وجابت دوريات مسلحة مناطق وأحياء العاصمة بعد عمليات مسح ميداني سعت من خلالها الميليشيات الحوثية لحصر أملاك ما قالت إنهم مسؤولون فاسدون في النظام السابق أو قيادات في أحزاب المعارضة والجيش الوطني الذين غادروا صنعاء إثر اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر 2014 ميلادية. واختطفت الميليشيات عشرات من ملاك المنازل واقتادتهم إلى سجون مجهولة، فيما ما تزال حملات المداهمة تجوس خلال الديار. وكان القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي حرض ميليشيات جماعته على استهداف عقارات المواطنين في خطوة لمصادرة أملاك المواطنين وسعي الميليشيات في مشاريع التوسع والاستيطان في أماكن هامة ومناطق حساسة من العاصمة صنعاء. وفي الوقت الذي تشن فيه الميليشيات حربا ممنهجة ضد العقارات تحدث مواطنون في صنعاء عن إقدام ميليشيات الحوثي وبشكل مكثف بشراء عقارات بمبالغ مهولة في عمليات غسيل للأموال المنهوبة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عبد الرحمن برمان. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية، كيف تنظرون لاستمرار المداهمات والاختطافات للمواطنين من قبل الميليشيا الحوثية في ظل تعثر تنفيذ اتفاق السويد؟ مساء الخير. حقيقة هي الممارسة المستمرة منذ أن سقطت الدولة ومؤسساتها بيد ميليشيا الحوثي، وهي تمارس عمليات النهب الممتلكات والأموال والعقارات والمؤسسات والشركات، بل انه وصل الحال الى انه بعض المستاجرين رفضوا دفع الايجارات او الخروج بعد انتهاء العقد، وهددوا اصحاب الملاك العقارات باللجوء الى جماعه الحوثي لمصادره هذه الاموال. نحن نتلقى كثير من الاتصالات والاستشارات وطلب استشارات قانونيه. المستاجر رفض انه يخرج لانه قال سوف أبلغ على صاحب البيت بأنه مشارك مع العدوان أو مع موالي للسلطات الشرعية، وبذلك أصبحت هذه التهمة وجريمة يرى فيها جماعة الحوثي أنها تصادر، هي تأخذ حجج متعددة من أجل أن تجني كثير من الأموال، من أجل أن تصادر ممتلكات وأموال المواطنين في ظل حربها على اليمنيين في كل المجالات، سواء كان في الجانب العسكري أو في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإنساني، في الجانب الاجتماعي، في كل الجوانب ميليشيات الحوثي تمارس هذه الاعمال اللا انسانيه، وهذه كلها جرائم هي لا نقول انها اعتداء على ممتلكات الغير، ولكن هي تشكيل عصابه مسلحه استهدفت الممتلكات الخاصه والممتلكات العامه، وهذه لها عقوبات مشدده في القانون، وايضا هي لا تسقط بالتقادم. وبذلك كيف يمكن حمايه هؤلاء من هذا الابتزاز المستمر، التهديد، الاختطاف وفق بلاغات كيديه او ربما وفق وشايه كما تحدثت، إذا ما تم يعني دفع مبالغ الإيجار يتم الإبلاغ على أنه يساند الحكومة أو غير ذلك؟ نعم، هو حقيقة يعني نكون واضحين أنه في ظل هذه الأوضاع لا يوجد أي مؤسسات، المؤسسة القضائية مختطفة لدى جماعة الحوثي، الأجهزة الأمنية قد تم تدميرها واستبدال عناصرها بقيادة حوثية، وبذلك لم يتبقى إلا أن تعاد الدولة وأن يستعاد القضاء وأن تعود الدولة، وبذلك يضمن المواطنين حقوقهم واستعادة حقوقهم، وتكون الدولة هي الضامن لاستعادة هذه الحقوق، ويجب أن على المواطنين أن يوثقوا هذه الجرائم التي ترتكب بحقهم، سواء كان بالمستندات أو كان أيضا بشهادة الشهود أو أيضا تسجيلات بالتسجيل بالتصوير وما أشبه ذلك، حتى يضمنوا حقوقهم عند عودة الدولة وعند يعني حتى يستطيعوا أن يستعيدوا حقوقهم عندما تعود الدولة وتسيطر على مؤسساتها وتقوم بطرد جماعة الحوثي من المحافظات والمؤسسات التي قامت بالاستيلاء عليها. على الرغم من استمرار الانتهاكات منذ سيطرة الميليشيا الحوثية، إلا أنه لم يطفو على السطح حجم الانتهاكات المهولة التي يتعرض لها العقار من قبل الميليشيا الحوثية. يعني ما الذي يجعل هؤلاء يتخوفون
من أن تصل انتهاكات الميليشيا الحوثية إلى العلن حتى يعرف العالم حجم الكارثة؟ هو طبعا جماعة الحوثي تسعى إلى أن لا تصل إلى العلن، بذلك تعطي بعض أعضاء العصابات يقومون بالاستيلاء على المنازل، والبعض الآخر يذهب لدى أصحاب هذه المنازل والعقارات كوسيط، أولا يأخذ أموال منهم كوسيط، ثم ينصحهم عدم يعني إبلاغ المنظمات وإبلاغ الإعلام بهذه الانتهاكات حتى يضمنوا استعادة أموالهم. وبذلك يسأل المواطنين لا يستعيد عقاره ولا يستعيد ماله، وأيضا يظل يطالب ويخسر ويدفع مبالغ أخرى ودون أن يجد فائدة. وبذلك بعد هذه الفترة الطويلة قام المواطنين الآن بدأوا يتحدثوا عن هذه الانتهاكات التي حدثت لهم، وأصبحت أنه حتى يعني المحلات التجارية، المستشفيات، الصيدليات، كثير من هذه الأشياء قد صدرت وقد أغلقت وصدرت يعني الممتلكات اللي موجودة داخلها. يعني أنا عندي قضية أحد موكلي تقريبا صدر عليه 16 معرض تجاري مملوء بالبضائع، عدد من العمارات والفلل والأراضي تقريبا حوالي من 16 إلى 20 مليار ريال يمني. هذا مواطن يمني واحد، أنا يعني كنت محامي وممثله وقد صدرت هذه الأموال يعني جميعها، لكن هناك يعني ملف كامل هذه التوجيهات الحوثية اللي صادرت هذه كلها محفوظة، يستطيع هذا المواطن أن يستعيد كل ما تأمنه به عند استعادة الدولة، والدولة يجب أن تكون هي الضامن لاستعادة هذه الممتلكات وتعويض المواطنين عن كل ما بدر منهم ومصادرة الأموال التي جمعتها ميليشيات الحوثية. ما هو الوضع القانوني للشركات وعمليات الإثراء غير المشروعة لقيادات حوثية، للفلل، للعمارات، للسطو على الأراضي وغيرها التي تم وغيرها من التي استخدمها الحوثيون، استخدموا أيضا سيطرتهم على مؤسسات الدولة في تبييض العديد من الجرائم، ما الوضع القانوني لها؟ هو طبعا هناك يعني وضع قانوني متعدد، هناك أولا استيلاء على أموال ممتلكات الغير بطريقة غير قانونية وهذه تعد المصادرة والعقاب، هناك أيضا في القانون الإثراء بلا سبب، أنه هؤلاء كانوا في حالة فجأة أصبحوا أثرياء دون أن يكون لهم سبب أو تجارة أو ورث ورثوه، ولكنهم فجأة نهبهم الأموال الناس وعمليات غسيل الأموال، هذه كلها القانون بالحفظ، القانون اليمني كان في هذا الجانب قوي جدا، وبذلك سيحفظ أموال المواطنين في حال ما إذا وجدت الدولة، في حال ما إذا وجدت القيادة القوية التي تستطيع أن تفرض مؤسسات الدولة وتعيد القضاء وتعيد مؤسسات الأمن وتستطيع أن تستعيد هذه الأموال التي جاءت، هناك القانون يجلس مع المواطن ويجلس مع الدولة لاستعادتها من الإصابات التي نهبتها. المحامي عبد الرحمن برمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. يتوجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم إلى مملكة إسبانيا لترأس وفد اليمن نيابة عن الرئيس عبد الرب منصور هادي في مؤتمر تغير المناخ بالعاصمة مدريد. وقد وصل نائب الرئيس إلى مملكة أسبانيا، ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية على هامش المؤتمر لقاءات مكثفة بالقادة والمسؤولين في الدول المشاركة لبحث العلاقات بين بلادنا والدول المختلفة والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في مجالات التنمية ومحاربة الإرهاب. وتبحث القمة التي يحضرها قادة وممثلون عن 200 دولة عن المشاكل البيئية المختلفة. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة مؤسسات الدولة. وقال رئيس الوزراء إن الأمم المتحدة شريكة للحكومة في رعاية عملية السلام والتعاطي مع الأزمة الإنسانية. وأعرب رئيس الوزراء خلال لقائه مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن عن امتنان الحكومة والشعب اليمني لما تقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتردية في جميع أنحاء البلاد. وأشار رئيس الوزراء إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض في تعزيز موقع مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها، وقال إن الحكومة تسعى بكل عزيمة وصدق إلى تنفيذ الاتفاق الذي أوقف احترابا أهليا وأسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة وعزز مبدأ الشراكة. وأوضح رئيس الوزراء إن تعزيز الدولة دائما يصب دائما في مصلحة السلام والاستقرار،
وأشار إلى أن خطط الحكومة في المرحلة القادمة ستركز على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عدم جدية ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في المضي نحو تحقيق السلام، وقال إنها تحاول تجزئة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، وأشار إلى أن تغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يهدد مسار السلام المقترح. وبحث رئيس الوزراء مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال إبهجيت جوها سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها جراء استمرار تعنت ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها وفتح الممرات الإنسانية. وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم رغم الصلف والتعنت المستمر من الميليشيا الحوثية. أحيت السلطة المحلية في تعز الذكرى 52 لعيد الاستقلال 30 من نوفمبر بحضور رسمي وشعبي، مستلهمين قيم الثورة الأكتوبرية وتضحيات الثوار الأحرار من أجل تحرير الوطن من الاستعمار البريطاني البغيض. وقدمت في المهرجان العديد من الكلمات والمقطوعات الفنية والشعرية وسط فرحة من قبل الحاضرين. ومن هنا فإننا نستلهم من سيرتهم دروسا عظيمة ولحظات نتفحصها عن قرب ونستنتج منها ما يفيدنا في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد. وعلينا أن نواجه هذه التحديات وهذه المخاطر عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالمقارنة بين ما عاناه آباؤنا الأولون الذين حققوا نصرا على المحتل فإننا نملك القوة والقدرة والإرادة للانتصار على ميليشيات الحوثي الانقلابية السلالية ودحرها. تعز تعوض كل ذاك الصا، تعز لا يكتمل الوطن إلا بها، تعز هي حاملة المشروع الوطني، لذلك تجدها حاضرة في كل المناسبات وفي كل الفعاليات، هي تعبر عن أنها تنتمي لهذا الوطن وكل قطعة منه هي قطعة من قلب تعز. اليوم تعز ربما تكاد تكون الوحيدة من تحتفي بهذه الذكرى، ذكرى الاستقلال، ولا نلوم أحد على تقصيره، لكننا بالأخير السباقون، دائما تعز هي حاملة هذا المشروع الوطني. كرمت السلطة المحلية في تعز اليوم قائد المحور السابق سمير الصبري وقائد المحور الحالي اللواء الركن خالد فاضل، كما تم تكريم أركان حرب المحور العميد المجيد، وذلك عرفانا بالدور الذي قاموا به في خدمة الوطن والمدينة. افتتح محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج البحسن اليوم المعرض العسكري الأول الذي أقامته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية. استعرض محافظ حضرموت محتويات المعرض العسكري الأول الذي تتزامن إقامته مع احتفالات بلادنا بالذكرى 52 ليوم الاستقلال الوطني المجيد 30 من نوفمبر. ويحتوي المعرض على 500 صور توثق مسيرة القوات العسكرية والأمنية في حضرموت. أقيم اليوم حفل خطابي وفني في مدرسة التميز بمحافظة مأرب بمناسبة الذكرى 52 ليوم الجلاء 30 من نوفمبر.
وقال وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبد الله الباكري: إننا نقف أمام محطة تاريخية من النضال والكفاح المسلح للشعب اليمني. أضاف الباكري إن ذكرى 30 نوفمبر تتزامن مع كفاح شعبنا اليمني وقواته المسلحة ومقاومته الباسلة ضد الميليشيا الحوثية. ونقف أمام محطة هامة وتاريخية من الكفاح المسلح والنضال المستمر، وهو شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة ومقاومته البطلة، يخوض أشرف وأنصع البطولات ضد الإنقلابيين الحوثيين ومن معهم بقيادة الرمز الوحدوي فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور. قال عدد من المواطنين إن 30 نوفمبر حدث تاريخي مهم في نضالات اليمنيين، يؤكد أن المحتل إلى زوال مهما طال بقاؤه، وسيخرج مهزوما ذليلا. المزيد في الاستطلاع التالي. نحن سعداء في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر، يوم التحرر والاستقلال من براثن الاحتلال البريطاني، ونحن إن شاء الله تعالى على خطى ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر على مسار التحرير بإذن الله تعالى، لتحرير الوطن من براثن الميليشيات الحوثية الإنقلابية. هذا اليوم العظيم الذي احتفل فيه اليمنيون جميعا بإخراج المستعمر من اليمن وجلاء المستعمر، كانت أكبر فرحة لليمنيين، وهو ذكرى للنص إن شاء الله الذي سيتحقق لليمنيين في كل ما يحصل اليوم من معارك. والذكرى هذه تذكرنا بتوحد اليمنيين، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن كل من يتبع الخارج أو يعمل لمصلحة الخارج أو يعمل لغير مصلحة اليمن فإنه سيبوء بالفشل وسينتهي، وسيبقى اليمنيون موحدون في كل تاريخهم. 30 نوفمبر هو يعني التحرر، التحرر من العبودية، التحرر من الاستعمار الجاثم على صدور الشعب اليمني وعلى الجزء الجنوبي بالذات، يعني لفترة من الزمن، حقبة من الزمن. فهذا هو 30 نوفمبر معناه الاستقلال وآخر وطرد آخر جندي بريطاني من داخل الأراضي اليمنية، وهذا بفضل أفعال آبائنا وأجدادنا الذين ضحوا بما يغلو وبما يمتلكوا من نفس ومن مال. بهذه الاحتفالية نحن نقول للخونة والعملاء أن اليمن لا يقبل الخونة ولا العملاء ولا من يفكر أن يحتل اليمن بأي طريقة كانت أو بأي مسمى كان. فحدث 26 سبتمبر المجيد أكد للجميع أن الخونة مصيرهم إلى زوال وأنهم سينهزمون، وحدث 14 أكتوبر و 30 نوفمبر أيضا يؤكد أن المحتلين أو من أراد أن يحتل اليمن ليس له إلا أن يكون في المقابر، وإن كان له من حظ أن يخرج سالما فسيخرج ذليلا حقيرا مهانا مطرودا من اليمن منهزما. أصدر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عدي قرارا بإقالة 3 مدراء عموم في المحافظة وإحالتهم للتحقيق. وقال مصدر في مكتب محافظ المحافظة إن قرار الإقالة والإحالة للتحقيق شمل مدير عام الهيئة العامة للبيئة نايف مسعد، ومدير عام مديرية الروضة حامد بن فهيد، ومدير الهيئة العامة للأراضي بمديرية الروضة أحمد بن موسى. أشار المصدر إلى أن إصدار هذه القرارات تأتي بعد ثبوت تورطهم في عرقلة مشروعين استثماريين في القطاع الخاص وابتزازهم للمستثمرين. أوضح المصدر إن القوات الأمنية في المحافظة ألقت القبض على 2 من المحالين للتحقيق، ويجري تعقب المتورط الثالث. اضطرت العديد من الأسر النازحة التي تعيش خارج مخيمات الإيواء في الضالع إلى اتخاذ الأشجار والعشش سكنا لها بعد أن ضاقت بها السبل ولم تجد مكانا في مخيمات النزوح جراء حرب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية. دعا
تقرير مراسلنا في محافظة الضالع الزميل نصر المسعدي والتفاصيل. أعادت الحرب الإنسان اليمني للعيش في جذوع الأشجار واستخدام مواد بدائية كالطين وغير ذلك، حيث قام النازحون بتحويلها إلى مأوى لهم ولأسرهم كما ترونهم هنا في ضواحي قعطبة. نازحين هاني ساكن أسرتي بهذا الجلب، دلحني يا واحد فاعل خير قال سكنوا بها لما تحت الأمور بعد رجيت بلادكم. عائلة عبيد عون داود واحدة من مئات الأسر أغلقت بوجهها الأبواب للحصول على سكن في ظل غياب الجهات المعنية لتوفير مخيمات الإيواء أو شقق للإيجار، فكان هذا المكان ملاذا لهذه الأسر النازحة ومأوى وحيدا لها ولأطفالها. للأول علاج تشتي منها روز، تشتي منها سكر، تشتي منها ملح، تشتي منها كل شيء، تشتي منها غاز، تشتي في هذه الغرفة الصغيرة تعيش عائلة عون المكونة من 5 أفراد حياة بدائية لا مكان فيها للخدمات الصحية والإيوائية في ظل اشتداد موجة البرد وانعدام وسائل التدفئة. ما يزيد عن 2700 أسرة في عموم نزحوا من داخل المديرية، من العود، من الواحد، من الشرنمة، من بلاد اليوبين، من العشور، نزحوا بسبب الحرب، بسبب وقوع مناطقهم في خط التماس. من لا شيء يحاول هذا الرجل أن يصنع وسيلة لكسب العيش، حيث يخوض معركة صعبة مع الحياة ليتغلب ويتجاوز العوائق والصعوبات بغية توفير وسيلة عيش كريم له ولمن يعول. أشهر أبناء تهام اليوم السبت يوم أمس السبت بمدينة المخا التابعة لمحافظة تعز مجلس تهام الوطني في حفل جماهيري كبير حضره المئات من أبناء محافظة الحديدة والمناطق الساحلية المجاورة. وأعلن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس أهداف مكونهم الجديد المعبر عن القضية التهامية، كما تم اختيار لجنة تضم قيادة مؤقتة عن طريق التشاور لإتمام اختيار قيادة رسمية خلال مدة أقصاها شهر. ويسعى مجلس تهام الوطني الذي يضم الكيانات السياسية والعسكرية والمدنية المختلفة لتمثيل تهام سياسيا في الاستحقاقات القادمة، كما يسعى لاستكمال تحرير مدينة الحديدة وباقي مناطق ومديريات تهامة من قبضة ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران. في الجمعية العمومية وأهم جزء في المجلس بالكامل، الرجاء التصويت إقرار بالإجماع. شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها: فيروس حمى غرب النيل يجتاح تعز، سكان البريقة بعدن يعانون من أزمة مياه خانقة، أعلن مكتب الصحة والسكان في تعز إن الوباء الذي يجتاح المحافظة سببه فيروس حمى غرب النيل، وهو أحد الفيروسات الغازية للمحافظة في ظل تدهور المرافق الصحية في البلاد جراء حرب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية واستمرارها في حصار المحافظة. نتابع. أخيرا أعلن في تعز عن سبب الحميات المنتشرة بالمحافظة، وهو فيروس غرب النيل، ويعد ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة والقادم من دولة أوغندا، وقد اكتشف عام 1937 ميلادية، ولأول مرة يكتشف في محافظة تعز. الاكتشاف كان عن طريق المختبر المركزي في تعز، والذي يمتلك القدرة والمحاليل المختبرية التي استلمناها من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي فإن الاكتشاف هو مؤكد، وأنا أطمئن الأهالي هنا أنه أقل ضررا وشدته في المرافة أقل من حمى الظنك وحمى الإنحناء والمكرفس وغيرها من الفيروسات التي تتواجد الآن في تعز، والاختلاف أنه وافد جديد. ينتشر هذا المرض بسبب البعوض، وقد تظهر أعراضه عند 57% من الأشخاص،
ومن أعراضه الحمى والصداع والتقيؤ والطفح الجلدي، ويعتبر من الفيروسات عديمي العلاج، وقد يتضاعف عند أصحاب المناعة الضعيفة، ويتماثل المصاب للشفاء خلال أيام. وهذا الفيروس ليس بخطورة حمى الضرر، وهو من الفيروسات الأقل ضررا على الإنسان بالنظر إلى ما تحدثه حمى الضنك. ذلك أن هذا الفيروس 80% من المصابين به لا تظهر عليهم الأعراض والعلامات الشديدة، وإنما عبارة عن حمى، الشعور بالغثيان والقشعريرة، ثم يذهب، وفترة الحضانة تتراوح ما بين يومين إلى 15 يوم، وهي الفترة التي تفصل بين دخول الفيروس إلى جسم الإنسان وبدء ظهور الأعراض. مع انقلاب الحوثي بالبلاد والحصار المستمر منذ 5 سنوات على محافظة تعز، أتت كل الأمراض إليها، وتدهورت الحالة الصحية للسكان بتدهور حالة البلاد، مما يحتم على السلطة المحلية والصحية مزيدا من الجهد للقضاء على مسببات المرض وإنقاذ المواطن مما يعاني طوال العام من الأمراض والأوبئة المختلفة. يعاني سكان مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن من أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أكثر من شهرين، وقال السكان إن مياه الشرب لم تصل منازلهم منذ أكثر من شهرين، ويضطرون يوميا إلى قطع مسافات طويلة لجلب المياه من عدة مناطق. وجه أهالي المدينة نداءات استغاثة للسلطات المحلية ومؤسسات المياه في عدن لحل مشكلة انقطاع المياه. باشرت اللجنة المكلفة من المؤسسة العامة للكهرباء في أبين والخاصة باستكمال إجراءات تثبيت 70 عاملا من المتعاقدين مع المؤسسة منذ 12 عاما. وأشار المدير الإداري للمؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة أبين أحمد هادي إلى أن عملية التثبيت للمتعاقدين تعتبر خطوة إيجابية مست عددا كبيرا من العاملين الذين استحقوا التثبيت بجدارة. اليوم نحن نستقبل اللجنة المرسلة من الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء الذي نزلت بصدد استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين السابقين الذي يبلغ لهم أكثر من 12 عام متعاقدين في المؤسسة العامة للكهرباء منطقة أبين، وذلك لاستكمال إجراءاتهم كموظفين رسميين يعني نظرا للجهود اللي قاموا بها. اختتمت دائرة الطلاب في التجمع اليمني للإصلاح فرع وادي حضرموت المؤتمر الطلابي المسار والبناء تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة والذكرى 29 لتأسيس الإصلاح. المزيد في التقرير التالي. الشباب هم سر نهضة الأمم وباني الأوطان، وبهم تشيد الحضارات، ومن أجل الاهتمام بهم أقامت دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح فرع وادي حضرموت المؤتمر الطلابي الأول، والذي حمل شعار المسار والبناء، ويتزامن مع احتفالات الشعب بأعياد الثورات اليمنية والذكرى 29 لتأسيس الإصلاح، حيث يسعى المؤتمر إلى تعزيز قيم السلام داخل المجتمع وتعميق أواصر الألفة والقربة بين أبناء الوطن لبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الجميع. هذا المؤتمر يدعو إلى نشر رسالة السلام والأمان بين أفراد المجتمع، وأيضا بث روح التعاون فيما بينهم، وكما أيضا يعني اهتماما خاصا بالشباب تنفيذ هذه الوسائل من أجل إنجاح سير العملية الدراسية. استمر مؤتمر البناء والسلام على مدى يومين متتاليين، تناولت فيه عدة أوراق علمية وبحثية، إضافة إلى مجموعة من البرامج والدورات التدريبية والتي تؤكد جميعها على مبدأ التعايش والتقارب بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وسلك نهج مبدأ الحوار بين المكونات المختلفة لحل مشكلات الوطن الجريح. القرار الأممي 2250 ركز على مشاركة الشباب وإشراك الشباب في بناء السلام والأمن. الهدف من هذه الدورة أن نحيي في الشباب معرفة كاملة بهذا القرار، أيضا نحيي في الشباب دورهم المنوط بهم والمطلوب في بناء السلام المجتمعي.
فالإصلاح احتوى كافة شرائح المجتمع ومن بين فئة الشباب والطلاب، حيث أصبح محضنا لبناء قدرات وتنمية مهارات وتطلعاتهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع الشبابية والطلابية التي يتطلعون إليها، والتي تسعى إلى بلورة الأفكار وتوحيد الجهود والاهتمام بالعملية التعليمية في بناء الأوطان وتنمية الشعوب. طبعا هذا المؤتمر كان يمكن وصفه بعبارة أكثر من رائعة، تعلمنا فيها أشياء كثيرة، منها كيف تحقيق السلم في المجتمع، في الحارات، في المدارس، في الجامعات، في المراحل التعليمية كافة. استفدنا من هذا المؤتمر عدة رسائل، منها في المجتمع والدولة، وخصوصا الطلاب الجامعيين والثانوية والأساسي، لأن المجتمع بحاجة إلى أهمية التعليم، لأن التعليم ينهض بالأمة الإسلامية. فالاحتفال بالأعياد الوطنية هو تخليدا بما حققه الأوائل من انتصارات على الظلم والجهل والاستبداد، فالحاضر يجب أن يبنى بالعلم والمعرفة والفكر الناضج لتحقيق الأحلام للعيش بحياة قرمة ومستقرة. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون. تفقد المدير العام التنفيذي لصندوق التحسين بمأرب محمد عطية سير العمل في مشروع بناء مجسم النافورة بشارع صرواح وسط عاصمة المحافظة ضمن خطة الصندوق في الربع الأخير من العام الجاري، واستمع عطية إلى شرح حول مستوى الإنجاز وأشاد بحرص واهتمام محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة بدعم الصندوق في تنفيذ العديد من الأعمال التي تبرز المظهر الحضاري للمدينة والشوارع، وثمن جهود قيادة السلطة المحلية في تذليل كافة الصعوبات التي تعترض أعمال التحسين والتنمية. دشن وكيل أول محافظة حج الشيخ ناصر دعقين اليوم حملة إغاثية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شملت مديريات حرض وحيران والقرى المحررة بمديرية عبس، وتحتوي الحملة على 843 سلة غذائية و94 خيمة إيواء. يذكر أن مركز الملك سلمان قدم خلال شهر نوفمبر المنصرم 3600 سلة غذائية ل 22,000 مستفيد في المناطق المحررة شمال محافظة حجة. اليوم تم بحمد الله تدشين تسيير الإغاثة الإنسانية المقدمة من المركز الملك سلمان، والذي تم تسيير أكثر من 3600 سلة غذائية لشهر نوفمبر، تشمل كل القرى والمناطق والمديريات المحررة من ميدي وقراها ومديرية حيران، وأيضا بعض القرى المحررة من مديرية حرض وبني حسن. كما أيضا اليوم تم تدشين توزيع 84 خيمة إيواء للنازحين، وأيضا للذي يعني يحتاجون إلى إيواء. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. مسلحون مجهولون يغتالون مسؤول البحث الجنائي بالمنصورة في عدن. مقتل وجرح 8 من عناصر ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في قصف مدفعي لقوات الجيش والمقاومة بالضالع. تواصل الاحتفالات بالذكرى 52 ليوم الجلاء 30 من نوفمبر المجيد. يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.